ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم طريقه رسم كره من الازاز او نقطه ميه زي ما انتوا شايفينها. هرجع لكم بالتفاصيل، بس ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، ودوسوا لايك تحت الفيديو على ما ارجع لكم. رجعت لكم تاني. النهارده هنحتاج اي ورقه غامقه عندكم، هنحدد مكان الاضاءه. انا هنا مسرعه الفيديو شويه، فهتلاقوا يعني ايه الدنيا سريعه كده عشان بس ما يبقاش طويل عليكم. يا رب يكون سهل كله، هتلاقوه بالخطوات وبشكل بسيط خالص، ويا رب يعجب.
وبكده نبقى خلصنا. يا رب يكون سهل ويكون بسيط والخطوات بسيطة بالنسبة لكم تعملوه وتبعتولي على الجروب على الفيسبوك، اللينك موجود في القناة من فوق. ما تنسوش طبعا اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير لكل اصحابكم، سيبولي كومنت عن رأيكم في الفيديو لان ده بيشجعني جدا، وفعلوا الجرس لو عايزين كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير.